أنا بحكي لك المشروع، مشروع المناريت. إلى وقت قريب كان العالم يتعامل مع قطاعات المياه والطاقة والغذاء بشكل شبه مستقل عن بعضها البعض، إلى أن أدرك المختصون أن تكامل هذه العناصر وترابطها هو الأساس لإيجاد حلول مستدامة لما فيه صالح الإنسان والبيئة، وهو ما يعرف عالمياً بمنهجية نكسس. انسجاماً مع هذا التوجه العالمي، انطلقت المبادرة الإقليمية حول الترابط بين المياه والطاقة والغذاء في الأردن ولبنان وتونس، وذلك بداية عام 2017، وبهدف تعزيز التعاون الإقليمي بين هذه الدول وبتمويل من الوكالة السويدية للتعاون والإنماء الدولي سيدا. قام المشروع بإعداد 23 تقرير ودراسة، 18 دراسة حول المياه والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والغذاء والنوع الاجتماعي، تقرير حول تقييم السياسات المتعلقة بالطاقة والمياه والغذاء في البلدان الثلاث، تحديد احتياجات وقدرات الشركاء والمعنيين، تقييم النوع الاجتماعي، الدراسات الاجتماعية والاقتصادية، تقييم التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان في قطاعات المياه والطاقة. وبدأت رحلة مينيريت. خلال السنة الأولى عقد فريق المشروع مجموعة من ورش العمل مع كافة الشركاء والمعنيين، وقام بتنفيذ العديد من الدراسات بهدف معرفة الاحتياجات والتقييم وجمع البيانات المتعلقة باستهلاك الطاقة ومصادر المياه والغذاء وتعزيز النوع الاجتماعي. سيطرح المشروع مجموعة من الحلول البيئية المستدامة تشمل تركيب خلايا شمسية لمعالجة المياه واستخدامها في زراعة المحاصيل وريها. أما الهدف الأشمل فهو نقل البلديات من دورها الذي يقتصر حالياً على تقديم الخدمات فقط لتصبح بلديات حاضنة للخدمة العامة والتنمية والاستثمار، وبناء قاعدة اقتصادية صلبة ترتكز على الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمعات المحلية والجهات الحكومية. اهتم المشروع بتكوين شراكات استراتيجية مع عدد من المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة بأهداف المشروع، مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وجمعية بريمن للبحث والتطوير بوردا. مبادرة شمس مينيريت هدفها تعزيز مشاركة المرأة في قطاع الطاقة وتعزيز التطور الوظيفي للنساء والرجال العاملين في مجال الطاقة المتجددة ومعرفة المعيقات التي تواجه المرأة للتقدم في وظيفتها. تم إنشاء الموقع الإلكتروني ومنصة الحوار الإقليمي وتطبيق الهاتف بهدف تبادل الخبرات ونشر المعرفة ومناقشة السياسات على المستوى الوطني والإقليمي. تم إعداد خطة اتصال لكل بلدية تضمنت مجموعة من الرسائل وأدوات الاتصال والأنشطة لتأهيلها للانضمام للميثاق العالمي لعمداء البلديات ومقره في بروكسل، والذي يفتح المجال للبلديات لزيادة فرص الحصول على دعم وتمويل لمشاريع البلدية.